بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا توي عن أول نكسن داودياش التلفزيون كقرن كسومالي لان هرمارينتا هي بلارينتا أديجدا عافيمات ومد واجب كوا حكومة سومالي لان جرهان وساردة عافيمات كا مرودة مدحونها سومالي لان مرو آمن ورس وأي وهليان وسيردة وساردها عافيمات كا إيو وحبر الشدة أيها الجل شقو كتجي قبل كساحل جرهان مجال مدحديس بربراء وحنا وجدد الصعدال كان يودارنا مشروع مفع وين وقف فديا ضد كوكودا كان ديجان ذا حبها سوماليلان وسارد عافيماتكو وأي مجال ذا بربرة وسارد عافيماتكو كده فريسي وأحيد لاش أمدوني أمبلاسا ومركي كواد تاريخ سوماليلان نقول يسميدو أديكتا بلشد حبها كودا كان سلوق بتباديو حال دود عافيمات هدبا مناسبة سوين لوسو أجاسمي ولوقو قبتي شام عدا علون تبدا إيه مجال ذا بربرة أي كسو قيب جلين مضح دهير قبل يهير دجمو إيه قبل كساحل وحنا مناسبة ده هذا الكل دون كسو تشيدي مرودة مدحونها سوماليلان مرو آمن ورس يوسير كوسارة عافيماتك سليبان عيسى أحمد حقلته سيو وهرجلي بلنقادو دوان بلنقادي إن أمبلاسكن دون نداء وقبل كساحل يحيبها قبل ده سوماليلان وكين دون مشروعاس مر وكمريي سعدال الشقو ديغان ده كل دون سوماليلان وحمد شا قوبتو كاها وسيركا وسارد دا وحبرشاد سوماليلان مرو سمسم عبد آدن مدح دا يمسولين تا مدشا كاها دا شاي هذا الذي اي كسو تشيدي مرو دا كواد قرنك تمرو دا سوماليلان مرو آمينة محمد شرد وسيركا وسارد عافمات سوماليلان دكتر سلابان عيسى أحمد وسيركا وسارد دا وحبرشاد ماريها دي كده بربرة الحقايا وقوالكا وقعيها الدقمدة قولة ساحل ايها سمياشي سدوياشي كليكا سوقل قلي حفلدن ايها مضاحظة كلي مرت الشرف طاوة ايها ايد ايش بيه وحمد الله يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام كنتي قرنك جمهوريه سومال لان ايه وزارة وحب رشادة وفرحل من بوتاي ان مركي كواد وزارة عافماتك سومال لان ومدحوينها جمهوريه سومال لان ومسيرك عافماتك ومسيرك ايهاي hirgelinta iyo gaarsiinta caafimaadka dhamaan wadanka Soomaaliland oo dhan inay hirgasho inay wadanku yeesho ambalaasii ugu horeeyay ee biyaha iyo badda dhexmarta Soomaaliland ee maanta waxaan isugu imanay sidii aynu xariga uga jari lahayn inagoo mar walba ogsoon dhibta iyo baahiyaha haysta dadka deegaanada xeebaha markay noqoto gaarsiinta goobaha adeega caafimaad ee ugu dhow كنانتي بعتوينك فرا بناء في مني تلوينك من حاجة حتى بلهار إلا كرين أي واحد يسير دعفمات كسمال لأن هر قولي هر قرنبا أي تسنين لو بهي هاي ثوال غير بحي فرا أم بلاس كيلو دري قواسي يدو ما أنت يسير دعفمات كهر كام بلاس يدا يري فرا السистем كاي كمرة سايت هاي مل أبي أدو في عن كنانتي نا هاي دا HPA أو وزارة عافيمات كا مسؤول كا أنا هيسا مشروع حلمين كا عافيمات كا أساسية وضن كا إنكريس وجود غيرن سمال لأن أيا واحد نلهي الكليسي إن يدون تن كسوات رتو سيستم كا عافيمات كا جوالهم وأنا هاي ترون تي سيف يعمل ورش قيسا مركل برب اللي جوا هاي ذاك لا جوالا كشقيا وحوين كير كليسي تلاقوين كا عافيمات موضوع جوال كان فرصت كا een waxaan hadii jiraale u maalmaqayna dhamaan dadweynaha kale ee diisana nagala shaqeeyay khaasatan ciidamada badda oo runaantii aanu ka codsanay sidii doontaasi bal
أمين كده لوقا لها أي حروض وينتها إنه حل كليس لجاري دونا أي حل كاسي جبتو ما رأي ديك الدبربرة ما يعرف مجاله ده هذه شر على حريف يعني أو شقينا نلا لا يبرا ساق بورتوا فأنا رنتي كبير جلني يوم تدوينا هدي جند أي دون تني تجي دون تو ما دام عيد وقت بدن كاستيني نيجاران كوب أديك عارف ما ده غلوب إن رنتي أي كسر جريدان سيدي أي مجتمع لو بدي شيء قليل ها إن الدون تا بلاس كاري فرال كومر كيو ريسيو دين كي نكير كشا أي راعن رومانتي مل مدن مر مرو يوزير كعب ما تكا يا حرشة دوا وحن يدك سو دوين إن سيدي أنا قلا قيب قادم لهيدن نورا فرين لهيدن ما أنت دون تا بلاس كا آخرين كي نسمع لنا كسر فرده رومتي وحن ومركي يقولي سي إنك استنا دي دولي دي وراء سوماليا إنك غريني هذانا تاريخ لا ومركي يقولي سي إنتي أنا نبي سومالي لين لاتس قابنا يكون يسقاط بالي كويس عشان كي حال كان الدنيا مبلاس غرين كين سومالي لين ويشوا تاسينا يقولي سومالي تي لما نقرن كين سومالي لين كارهانا قول كساحل مركا سود وادن ده هيكون تينا وحن دون تاني كده تشيني إنه نبطل دون وضن كيو ما دبام فعلا تي إلى أي قدرنا يا رئيسا دمشق الوير يا دلان كا جوا حلها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسود وين نوفت كسلين سكر كعطوي أبى نسود وين نوفت كبلارن أو ميسان كبلارن له ونو قيمها بلارن هالكريمي وينو كامل يسوع مروان وكبار دكان كا وحن لنا هاي كسود وهذا بربرة يقول مهما أو آد آد وقو تشبن تهين أليات بندك سود وين halkan ugu yeeriya gudoomiyaha gudiga caafimaadka jaamac abdullahi oo aadan si kulmadii saalkan uga yiraahdo anigu magacaygu wax weeyaan jaamac abdullahi oo aadan waxaan ahay gudoomiyaha gudiga caafimaadka gobolka saaxil runtii waxa aanu anagu u taaganahay in aanu kaalin mugla ka qaadano sidii uu u hana qaadi lahaa oo kor ugu socon lahaa adeega caafimaad ee ka jira gobolka saaxil adeegyada caafimaad ee gobolka saaxil taaso aanu ku shaqeyno siyaasada wasaaradda wax ee caafimaadka aanu la shaqeyno maamulada gobolka iyo degmada iyo caafimaadka intaba runtii intii aanu halkan ka ahay gudida waxa la badan loo qabsoomay waxba ma kadib ugu noqon maayo meel aad iyo aad u fiican maanta maraya caafimaadka gobolka saaxil adeegan maanta loo soo kordhayna waxaanu leenahay alxamdulillaah rabbil caalamiin aad iyo aad baan ugu mahadnaqayna adeegan oo ah mid ay bulshadeeda u baahanayd sidaa daraadeed maadaama ay xeebtu aad iyo aad u dhib badan tahay waxaanu aad iyo aad iyo aad u soo dhaweynaynaa in ambulanskii ugu horreeyay oo doona laga hirgeliyo gobolka saaxil aad baan ugu soo dhaweynaynaa aad baan uga mahadnaqaynaa wasaaradda caafimaadka iyo hay'adda HBA oo la shaqeysa oo ka kaalmaysa kana gacan siisa sidii uu hirgeli lahaa barnaamijkan ABHS-ka ee caafimaadka gobolka saaxil oo ah mid runtii midha dhal ah maantana ayuu ka wada dareemayno bulshahan halka uu marayo iyo sida uu u socdo iyo sida ummada u anfacayba waxaan leenahay aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa xukuumadda iyo wasaaradda ICU wasaaradda caafimaadka iyo hay'adda HBA gacanta ku haysa intaba waxaan leeyahay dadweynaha ana aan laga faa'iideysto oo sida ay tahay insha Allah ta'ala arrintaasi ayay inoo anfacaysaa ha looga faa'iideysto waxaan leeyahay ka gudi ahaan waxa maanta iyaduna kulli aanu halkan uga jeedinaynaa marwada iyo waftiga la socda iyo wasiirkaba iyo wasiirada kaleba waxaan leenahay hana laga dheera gacan siiyo in yaroo aan isla garanay wasiirka doorkii ugu dambeeyay ee uu safarka nagu soo maray wasiirku runtii aad iyo aad iyo aad aan uga mahadnaqayno muddadii uu wasiirku waftiga hoggaaminayay uu waday aanu hawsha kula jirnay iyo intii ma garanaysaa uu nala qabtay ka gobol ahaan aanu aad iyo aad uga mahadnaqayno waxaan leenahay waxa aanu jecelahay inaanu hirgelino dugsigii neersanka ee u yeelan lahaa gobolka saaxil si loo soo saaro midhihii u adeegi lahaa gobolka saaxil caafimaadkiisa taasoo uu wasiirku noo dhagax dhigay doorkii hore uu na soo maray waxaanu jecelahay in lala hirgeliyo oo nalala gacan qabto waxaanu jecelahay inaanu cusbitaalka TB-da oo iminka ku dhex miran cusbitaalada kale in aanu ka saarno oo aanu codsanay in cusbitaalka xoogga aanu u rarno wasiirkana aanu isla qaadanay taana in gacanta laga siiyo sidii halkaas loogu bedeli lahaa in cusbitaalka TB-da ciidankana meel kale loo dejin lahaa waxa kale oo aanu wasiirka isla qaadanay isagana in aanu
عسبتال كان مسكح هذا أوضت كدبنة أوضت كحنوسنا هي مسكح هذا كحنوسنا يا أي قد يبين هنا عمل هذا كله ليه مجال هذا بربرة إن إستجنا ميل دبل الله صاره وأنو سلكرني وسير كإن أنو أبدال حرم لقد إسه إن شاء الله تعالى حرم ثانية لوريشيو كل بربوس الهرنو وشري وها إنك يلقر لقد يقول لكن أنا وحن أب الله إن قانك وسير كأنو قاضنا وهل خال لقد إسه إن شاء الله تعالى إن ثانا وحن الله إن وحن لقرقبت إن شاء الله كجدي هان يكوا عاف ماضهان قبل هان وحن هذا الوقت هي عدة كلاي يقدر ما يندون إن شاء الله تعالى وعم سوق بجبيني يا آدي يا آدم نسود وينينا وفتي جمر ودا يوسير ده أيه جامني يا وسير كعاف ما خي يوسير كوحبرشرة آدي يا آدم نسود وينينا وحلا أنا كسود وهذا كعم فرن قبل كيني قلب فرن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدحها هذا إتش بي إيه عوسا عاف ما خي طبعاً كام بدل ما كانت فايسة. ياسمين محمد راجع شو هو ما أنتوا بورسيل لكن لاتش عم بلنسا قبل كساحل يسمان لاندوتن مهرت وان كشيء هي situation كيو جو جسوي هي ساحل ما هو حب سنو حبنا إن شاء الله بريء قلبين بريء بريء قلبين إنه عم بلنسا نقضه HPC ده كلو هيك شقيان عم بلنسا مدد مسهر ولا كده ما أنتوا بورسيل لاتش إنه لكن إنه كلو حبين في كذا لكن الحبيان خويه إذا يعيار كا إمرسي كانوا بحالنا لكن بربرة هاكن لو دايو نختار وين بنو يلا هاكن ما شاء الله وحنا بنو بروح سوق كردية دوان إن شاء الله نختار بروح سوق كردية دنتال كيا أوفثمولوجي كا نختار كي إنتهى بركا ما كلا إشكال ما تمتوا حربا إن عند دين شعبي دين تحيي معلم تعرف له إن كم كمية بتجي وسارة تصيف عن شو بدش قيان سلا إشكال لغة شقيسة ذكى عارف ما تكل قرسيه أنت أنا كنت بين أو دور ده حد حنسيد دهنا حبين قرها ديجان كأسود يكون هذا الشيء أو كترسن جود ده أريمة هبوشة ده موجود فيها جود ده أريمة هبوشة ده اللي بعند عبد الرشيد حاجي محمود حاجي تقدر يا قاتلابا يروح مرة ما يفيه ما يفيه كتير من شوارع ملاعب الحسيدي بدير بابا يعمل حدايا من بديرو يهداوة هي أذبا نزين سلام يا تاريخ دمر كيوغو هريسي لاش كان آم بلاس کار کیو فریو خونتی آن و گل دیگر نه آد با نگو مهندا غینا و آن تاریخ دمر کیو ریسی لاینو که آن لاش آم بلاس خورا لوگش که هفته نیم تلخ تای قف کی کل دین آم بری غیر لاس موسی و یان حد کنن یا حقاً بلحار انتی تختوی گرنا یان خونتی دیباتا دک با دوکا که چرته آدی آد با نوسو دوین اینا و هنانو اسکود دی دونای آن وسیله او حضور. آنها تغییر اینا مامور که عافمال که. اما اسکودوها وسایل عافمال که قبول کنیم مامور کیس خواسته یا با این آن وسیله نکسن ولش شقاینو وحد بدن نای قبول کتری دون تو دوباره حرمت دولت دگری. ادی ادمان زی سلام یا و سلام علیکم و رحمت الله و برکات. و این ولی آن های کسول واده وحد آن و قبول هان. وقام هاد علينا قيب توين اينو قالن دال كوين ايو قلتلان هل يهبين ان سو حق عافمات خا لولكينا او اه لول ادو بلالن حق حيبتا قاديد كنو اهنو قاري كرين ما توحا اينو شرفا الى اينو كينين دون لاش خلابيسن او وحك استابو ديهين او قبدي انجلسي حبتها شو كده جاري قلنا أنا جارين لو كان يصير لو سوق هذا لها قرمة كديك دجانا لوجا جل لها مركا كم عام ملهان قبل كا أنا جوكو هلا يا مجمع ملك قبل كا وحن آدي آدي وقب قادين يا هوشة وين سدي أي لو قالن إلا جانا وحن لا نهاي إلا وحن حلي لا سهران سدي لو قصن لهين أنا لاشان لهين، أنا ودريال لهين، مركز تبع، بهي أتينا، أنا وصو أفتر لهين، مركا هذا الكبدين مايو، وحى ولد مجيء رجيو هريه ودريلي، وحى مرلا بعد بقادين يا هي أدى HBA أو هي أدى كلية جوبك حاجة عافماتك آد يا آد لأنت حن نوقع بطي. يدنا وزارتنا وحوين لو قطرتين
وحا أن كسو دويني وزيركا وزاردة عافماتكا أمير محمد شربي أمير ورس وزيركا وزاردة وحبرشادة مرو سمسم عبدي عارن حقياها قبلكا مارياها الدكدة كلها الديقانكا سراكيش عيدانكا شقالها وزاردة عافماتكا هاي أدى HBA دماواني السلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته انتاس مركان كب قدبو ملا وحوغا وحنا غير خلدمين نظام كي مركي هوري دون تان كون ريني قدبديه إيا هذا الوضي إنا حقا سان كسو تشيدين سيد الله الشيغي وحامان تفرحة دي نوا إن بروذا كوا دي نغلا سوا قيب قشو حركة شريستا دون تاس أمبلاسكا ولو تلاقي لنا الدوشة باهدة هذه كذا عفمات إن كتير من الوقت حيبتا وقاديدكو نباتا بدن كلاوكو مبعاد كفراها بدن يالا تاسنا أي سببتو إن دور بدن أي سكول إنتان إنتا أي سوس عضان ما أنت وقت كدن بيدي هم يسو شغالة عفمات بدون تسارن ودون ديريسة أه إن هذه كذا عفمات لگر سیو میل کست یو گوپ کست او دن که نکمیدا ایه تر کوت میت ماریتان کی میذاره اینو هم مری یه ثابت ایه که دلتی دون تری که دی مرکی میذاره اینو هم گهادی این دی باعث که چیست میشاس مرکا وحان این که عصری هم ادی لاشتان دمن تیم با سیو ایه که ثابت و حک عصری دا این سیگار و ولایان دونت هست لاش کس مسئولیت وین باید این که دیگه سران وزارت هم این کام رب نه اینا ایلاریسان و دورتان ادیا بن این کم هات علی نیه ایت HBA و هیات آن ورش قینو و هیات آنگو وزارت هم آن او یک من نه اینه نو و تو برنامه بیشتر EPHS که اما حجمی که عفمت کنتی نشکو آد و عن ای قبضه های داسی مخانوران کرده و هایت دکوه هایت ها برنامش کنن هایت هایت دکوه بکت های مرو و حکا عصنه یا اینا شهادوی نور گدونسیسو مزولیم سپنتی آدیا نورش قیم و وحوی نجات سرای حبسن و صعود که ادیگر عفمات که گرم أدي هذا مركزنا نورش بيجي، فهي بدل وشريه ونورد بولي، أنا بورش بيجي، شغالها وزارة عفوات كي قبل كده، وحوي إنه وقبطي، إما كنا بلنغادي وهو يكون نو بلنغادي. شغلون عكسن قاطي، ما كان هذا تقدر سنك تسيرنا. قدرة عفمات كي يقبل، وعندي أمس يحن، أنا نورش قيا، قدومي شاهون يا يسوع قدومه. ولا علي
فرحان وين نوع أمان تيني نشوفنا هلكن كلا سوق قيم قلهم مرودة كبار ذي قرنكا حدي كشركة حدي كلا كشريو دقدن قالي قاه اللوجو دقيت دقمة ذي جوال كبا تاسو وحوين كتري دونتا باهدا لوقبه ميلها كفوق فوق دقمة ذي عافمات يدو الدولة دو أي دبوشي باهدي لين عبيرجة إن هادنا شيء كي بدأ لا لقد بقول بهيها عاف ما أقولك حبها آه إيه أن جديد كنولك أنا جاري كرين إن طريقي بدنا الله سميعه جديد كسوق جردتك نباتيسن خاصة إن لبدا إن دتك تشيلسنس ده هوين كي عرورته رنتي وديق وينو آدي يعني محوها مهم وآه مرك الله أجو نلاش دتك كنا الحبها مرك الله أجو يبهي ذا عاف ما ووحي الله سبحانه وتعالى الله قوم هاد نقه ما هو حقبت كي كوباد أما كي وجود بيجي أي حكومة ضمانته أي كدر يشوا أمد يدا أي كدر يشوا and وامد مستمر هيد أو صوت حنيد سوتشرين هيد سينا تشري دونت إن شاء الله تعالى وامد إنه هذي حبين بق جل هري جل دببا أي نكو أبريس نكو كنا قبل دعسنا and إن الدولة ده هذي قربة هيجن وحاته دبوليست باهدا شعب كده هذي تهاي ميت بريه ميت بدات انت بقى تيجوا يجنا إن شاء الله تعالى ونسوق ينايو قعدت ملحوين هنا أي إن شاء الله تعالى يدنوكو حقيقة بدون تهدي لها يكرهوا هذه أذبان هم تيجي سود وين يا أنا جوكو هاللي مامل كدق مده بربرة وحن قبى إن جديد كان أما لاش كاني أم بلاس كاهي وح وين كتر الدونه دبولي ندونه باهدي عاف ماذا كتشرتي انت بدن لو جوسو قيلين شري aan muxuu hayay mulk xeebaha ah oo laamigooda ama dariiqooda uu yahay mid aad iyo aad oo yaani adag u yahay waa mid ka dhalatay safarkii dheeraa ee dhawrka 400 mitir ahaa ee madaxweynuhu ku gaalay bixiyay dhamaan xeebaha ama dhulka coastal area ee xeebaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku gaalay bixiyay aad iyo aad baan aan ugu mahadcelinayaa runtii cid kasta oo ka qayb qaadatay ay ugu horeeyay madaxweynaha wasiirka wasaaradda caafimaadka عد كستا يمرودا قرن كوبا عد كستا كقيب قادت تي يسوسو كليفتي إن أمدة جانت يسوسو جليان قلب كي ميرش سيجها لو قلت لك قف حنوصنا يا هديت هاي هديت هاي باري هديت هاي قلبات أنا كواح يورت لك فرنا سهول فربنا وارباور سنجر لكن قف باك وح أي أبي سكوت أنت والحار يو 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 إن يكرنه هذا تحسي ولا غير هيسنا يا مانتا إن شاء الله إن شاء الله تعالى وحكروا هلكن أدي أدي قيم قيمها أي لاش كاسوين يمكن أما دون تسائل هذا هاي وحويان تذكروا إن البرتان إن أي لكفة هذه سنة مارين كبدة هلكن باور كعيد جليا لا مرة بلا استعماله إن شاء الله تعالى وحي من دون تا إن هلكن لا يكبحان سفر هذا حيوه أي كبحان مجال هذا يكو بدا مريا او هلكان مرول بال رايو باوركا عيد وسي جليو انت انو دوين سميسانينو ان شاء الله تعالى دبد با انو بنان وحان كو هامبلينيا مدحوينها جمهوريه سومااليلاند ان كورغي دويده وحيبت مريا و 800 كيلومتر باي هيد ليستنسكي و سو مريا حيبتا ان فايدوينكي يو ماركي او اركاي باهيده كجيرتا ان دالكا ميلها ميلا حيبا وأركيو جويناي أمبوجو ريه وكانوا، مدحونا إن شاء الله تعالى مشاريع ده ساعته قبل كساحل كساعته مالمي دوينا هذا نروح هذا نواكور هيسان، تدكوين ده هو ذهب فران، دولة دولة هلاص الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرو ما أنتوا حشرف نوع إن نجلس وقيب قشو، حركة شريستا دونتن أمبلاسكا أو أهيد دونتي مدحونه مركو مري حبت، باهيدي أقول بنيد. madaxweynaha laga hadlay waxa ay ahayd in xagga gaadiidku uu deegaanka xeebta aad ugu liito taasina ay sababto dad badan oo ama abeeso cuntay ama horow dhali waayay oo foolanaya inay dhaxda ku dhintaan madaxweynuhu markuu dhageystay baahida arkay waxa uu ka soo jawaabay maanta wataa doontiino taala waa doon ambulance aad u dheereysa oo aan filayno inay dabooli doonto dhamaanba maareeyay adeegyada caafimaad in meel fog fog ka keenin doonto dad u baahan in meel
حرون عفمادي اللي كانوا مركب مرو النجوى كهذا ما هذا علينا الناس سفر كات صوغ الشيء وصوغ الشيء دونسن هذا جو أق إنه مهم تاعي وصوغ الله هاي وحن دون ناين النوف فرتو كلمة هذا نكتر هذا وحى وزارة غرشة هذا كتير هذا الله كديجو إن لسوق رديو أصلا كذبة عن هل دونه كله كسر دره سيء إذا ما بحب تورن وضبوش باهدو هذه أدمان مرو مرلبات كهذا ما هذا علينا يا وانا كوسر دوينا وزيرك وزارة عافيماتك صليبان وزيرك وزارة وحبرشدة سمسم ماريه الدكدة مضح دا دولة دح هي دولة ده صبا قبل كساحل ددوينها فرع بدنها هل كان شو جا شرفت له صحافة دا هوان كا وفت دك كم دا كل جين سلامت سلام كان دكوا سلامة يا وحمانت هل كان أنا جا شرف وينية إنه أديك عافيماتك هي إمرجنسيس كأما هؤلاء هدك دقة إيه كدة عحي بهنا وحكت ترى هي إنه هالكن كفره أدي يم أد بان نقول مهد علينا يا وزيرك وزارة عافيماتك وهوشن دبجل كده فلين تيده كورقبت كده أن أدي أد حوج صاري أيا نقول مهد علينا يا وحنكلو نقول مهد علينا يا دكدة يا دولة هوسية دولة هالكن شوكته een arintan fulinteeda ay ka qayb galeen ilaahay waxan ka baryayaa inuu hawlaha faraha badan ee in sugaayay ee dadkeena u baahan yahay waxay ka tarto een aynu ilaashano aynu dhaqaaleyno insha Allah bismillaahi kariim xabada ku ekaan mayse qaar kalena waynu keensan aad iyo aad baa u mahadsantii wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Saleban Ciise Ahmed Xaglatoosiye iyo wafdi ballaaran oo hoggaaminaya ka tirsan wasaaradiisa ayaa hawlgal caafimaad oo u kurgalka xaaladda caafimaad ee deegaanka Sheekh ay ku tageen wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Saleban Ciise Ahmed Xaglatoosiye oo weheliyaha saraakiil sare oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ayaa socdaal shaqo ugu anbabaxay markii ay dhameysteen munaasabada ay laashka ku soo bandhigayeen magaalada Berbera waxaanay u jeesteen dhinaca degmada Sheekh waxay magaalada Sheekh mas'uuliyiinta ugu sareysa wasaaradda caafimaadku ay mas'uuliyiinta iyo suduwaha wasaaradda caafimaadka degmada Sheekh ay madasha ku soo bandhigeen oo wasiirku ku wareejiyay ambalaas hawlaha caafimaadka degmada Sheekh wax weyn ka tarido ambalaaskan oo magaalada Sheekh wasiirka caafimaadku maanta ku wareejiyay ayaa daba socotay ballanqaad dhawaan uu socdaal ku tagay degmadaas oo wasiirku ballanqaaday isagoo si degdeg ah uga jawaabay baahida caafimaad ee gudoomiyaha degmada Sheekh ayaa si madaxeed ka wasaaradda caafimaadka caafimaadka guud iyo hoggaamiyaha gobolka Sheekh degmada Sheekh iyo dhamaan mas'uuliyiinta kale ee isbitaalka iyo guddiga caafimaadka asalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh aan runtii farxad weyn bay degmada ahaan aan bay nootahay in wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ballanqaadkii uu halkan ka sameeyay oo maanta inoo hirgalay wasiirkuna inagu wareejinayo ambalaaskii degmada Sheekh in badan ay u baahnayd waxa la inaga rajaynayaa in sidii aynu ambalaaska u ilaashan lahayn dayacyada raxmadana ugu weelaalin lahayn inagana aynu ugu shaqeyn lahaa sidii u diriyeyn lahaa una yareyn lahaa dhimashada dhallaanka iyo hooyada waana aad mahadsantihiin waxa ilaahay wax loogu mahadnaqaa oo aad iyo aad inaan ilaahay ugu shukrinaa toban cisho ka hor waxaan ka badnay buu wasiirku laga tagay halkan toban cisho ka hor loo ballan qaaday inaan u cadlan lebel u sheegnay gaari 82 tuulo ay xukunta degmada Sheekh labada ambalaas ay yihiin qaar aan laamida ka degi karin ballanqaadkii uu qaaday 18 cisho kadib waka maanta horteen loo yaala gaarigi waana wax ilaahay lagu mahadiyo weeye hortiina wasiirka horeeyna maana la arag runaantii barka loo dhaba galo mid lala istaagaana xitaa waa wax ilaahay lagu mahadiyo guddiga caafimaadka gobolka guddiga isduwaha xiriiriyaha gobolka kulligoodna waa hawl laga wada shaqeeyay waxaan ilaahayna ka baryaynaa inaanu ahaano kuwi hanta ee aan ku sharaf dhicin aan la oranin gaarigii shalay la siiyay saas uu noqday mas'uuliyadiisa iyo hawshiisaba igmada ilaahayna waxaan lagu mahadnaqaynaa gaarigaa la soo gaaray iyadoo degmooyinka iyo tuulooyinka la xukunaa badidoodii yihiin qabaaqowseel haddii warbixin loo baahdo ama xaaladi ka dhacdo ay ahaayeen qaar aanan gaari karin maanta intaba haddaan awood u helay waxaan leenahay alxamdulillah rabbil caalamiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh Saban Ciise Axmed Xaglatoosiye wiig buu ku ballanqaaday halkan inuu gaari nagu keeni doono wiiggii buu ku keenay gaariga intii weliba uu ku maqnaa jiita uu ku maqnaa markuu halkan naga tagay aanu hargeysa madaxdooda ku maqnaa uu ku maqnaa jiita uu ku maqnaa
ستيدي توبس الله بانا لغو مايركو فاقالا كان كاها وا وسيركي وغو ريي اي طبالان قادو ويلا هدو تاسان كو كيني يا ولي بلو كان هدو ان هرانو حالكا وغشاقي لغا بلابو حاكو يلمات ولي بو سير ديگان بلو نقوني يا نكا وسيركا ديگان سلامان هدو حقا سون لاس عالو ديو بو خدلي مقارا سوكا ها شيخنا وا وسيركا ديگان كي بلو نقوني يا نحسن بادنا هدي الله يلاهدو aad aan ugu baahanahay ya gaariga si wax badan buu ka tari doona waa baahidayada koowaad bay hadda gaarigaas waa iyo buurale baan ku laala 82 tuulo oo degmadaas xukunto oo gabar ku foolanaysay in halka ku xanuusaday gaari aan loo dirin baanaan waa ka ku imi karno keenay baahidayada koowaad aad aan ugu baahanahay wasiirkaana ku soo dhawayn rahmaan rahim gudoomiyaha degmada madaxda degmada sheekh madaxda wasaaradda caafimaadka shacabka reer sheekh dhamaan waad salaamayaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وها فرحت وين نوع دمان وزارة هان. إن أنا نمان سيدين كان نوع أمبلاس باهي وين أدو غبتين. وإلى هين نوصل أستري بلنغات كانوا سمعيني. إلى هين نوصل أستري. وحان رجعيني يا إنك كفاية دي ستان. إن أد كو استعماشان كلية وح لوغو تلقلاي. باهي لوغو تلقلاي. إن أدي لاشتان deegaan aad ballaaran bal xukuntaan 82 tuulo ma yara oo waliba inta badan ku taala meelo adag oo aan la gaari karin baa urta aad iga gaari karin nasiib aad u heshan maanta inaad kan heshaan ilaashada imikana waxaan ku wareejinayaa gudoomiyaha degmadan ku wareejinayaa daawadayaasha qiimaha qadarinta iyo sharafta naga mudan waxaan intaa ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka aynu ku eegaynay howlgallada caafimaad iyo mashaariicda munfaca leh ee u gubka ku ah somaliland ee wasaaradda caafimaadku ay ka hirgelisay deegaanada gobolka saaxil waa dhinaca sawir qaadida nimcaan axmed dagaal iyo mukhtaar cabdiraxmaan samaynta iyo iskudubaridka oo ah nimcaan axmed dagaal iyo anigoo ridwaanakiid idid ismaaciila oo idinku dhaafaya asalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.